مساء الفل، أهلا وسهلا بالحبايب. كتير صار جايني رسائل من حيث هذا الموضوع، أن أتكلم عن الأستاذ كاظم الساهر، أستاذ جورج وسوف، أستاذ عمرو دياب، النجوم الكبار طبعا في العالم العربي. طبعا مش مقارنة ولا شيء، لكن يعني هذول هالات، يعني كل واحد له شخصية، مثل ما كل واحد له اسم، له شخصية بفنه. الأستاذ الكبير كاظم الساهر، يعني المطرب العراقي اللي غنى القصائد والغنى الطرب والغنى كلاسيك وغنى عراقي وقرب يغني مصري وعمل أغاني شعبية عراقية وفيها دبكة، يعني ما خلى شيء ولا اشتغل الزلمي. طبعا هو ملحن بارع وصوت جميل وحضور آثر ومثقف، ألحانه جميل كتير. طبعا انا اللحن اللي كتير بجلو فيه وانا وليلى، هيدا لحن ما بعتقد حدا بيقدر ينافسه فيه، يعني بيحطه في الصدارة. من حيث القصائد رائع، الناس بيقولوا لي بعد الاستاذ كاظم ما حدا يلحن قصائد نزار. طبعا كل واحد له وجهة نظر، انا مع كل الناس، لكن حبيبي اجمل من لحن لنزار انا بنظري هو الاستاذ الكبير محمد الموجي. يكفي رسالة من تحت الماء وقارئة الفنجان، ما إجا أعظم من هاللحنين. كان نزار قباني بالذات أجمل من هاللحن اللي هو قارئة الفنجان، اللي هو يعني الواحد يحكي ضميره، يعني نحكي ضميره، فيه صنعة، فيه موسيقى خطيرة. أستاذ كاظم حلوين لا بأس، بس ما نم بالمكانة أو المقدرة اللي هي كانت عند الموجي او حتى عند العندليب بالمغنى. يعني كل مين له عصره له، بس انا اللي بشوفه يعني، وهذه وجهة نظري انا، مشان ما نهاجم بعضنا، ما بحب الهجوم. انا بشوف الاستاذ كاظم هو صاحب الذكاء، انه دخل مصر بده يكون هو عبد الحليم، يعني بقي بمصر عبد الحليم، لازم يكون هو عبد الحليم. فجرب غنى هيك أغنية للعظيم فريد جمال جمال، سمعته وغنى يمكن استوديو بفكر في اللي نسيني الأستاذ عبد الوهاب، وحاول يغني يعني القالب اللي هو عمله نزار قباني والموجي لعبد الحليم يكمله هو. غنى عدة أشعار للعظيم نزار قباني، لا بأس حلوين، بس طبعا أنا بنظري ما بينقاسوا مع قارئة الفنجان أو رسالة من تحت الماء، رغم أنا بقصله أنا وليلى معهم، أنا وليلى فيها شيء عظيم حقيقة هاي. فكاظم فنان كبير من حيث اللحن، من حيث الصوت، من حيث الفرق اللي معه، يعني فنه جميل، فن جميل، وعاصر هذا الزمان وواكب هذا الزمان وأعطى إضافات خاصة. اسمه كاظم الساهر. جورج وسوف السلطان هيدا يعني غريب، لون خاص، هذا لون غريب. شو ما غنى بتحبه الناس، شخصيته يعني ما حدا ما بيشبهه حدا، إلا كان العظيم فريد من حيث الكرم، إنسان كريم لأبعد الحدود، طيب لأبعد الحدود، رائع لأبعد الحدود، مسامح لأبعد الحدود. كل شيء غنى الوسوف جميل، غنى أغاني أم كلثوم جميلة، غنى أغاني عبد الحليم جميلة، غنى غناءه الجميل اللي هو طرب، طرب شعبي، طرب تقيل، أغنية خفيفة، يعني كل شيء غنى جورج وسوف جميل، وهو محبوب الجماهير بدرجة فائقة. ما شفت حدا أنا بعد القدماء. طبعا من عصري كان في صراع كبير ما بين فريد وعبد الحليم، اليوم نشوف الصراع الأكبر أو التاريخي اللي هو منشوفه موجود على الساحة بعشق جورج وسوف. عمرو دياب بعد الغاب العندليب وظهر هاني شاكر، طبعا ما حدا بيخلف حدا أكيد، لكن ظهر هاني أن يكمل مسيرة العندليب اللي هي كانت طاغية في ذاك الوقت، بقص صوتان اللي هن هزوا الدنيا، فريد وعبد الحليم. لكن بقي الأغاني اللي أقرب شبابي تحب الناس، إنه عبد الحليم كشاب يعني
راعي عبد الحليم اجى هاني شاكر، قلت لكم ما في حدا مثل حدا ابدا، حتى ان جاء اللون الجديد، لون العربي الجديد، هو جابه عمرو دياب قولا واحدا. شو بدكم تسموها، اغنيه شبابيه، اغنيه مثل ما بدكم تسموها سموها، لكن الحقيقه اللي جاب هذا المغنى هو اللي لقب بالهضبه هو عمرو دياب. عمرو دياب لون غريب بغنائه، غناء راقص، غناء ممتع، شاب جميل على المسرح، له حضور آثر. الأجمل ما فيه بيعجبني تسجيلاته لعمرو دياب، حريص بشكل مخيف على التسجيل اللي بيسجله، وزلمي لحد هلا لسه كبير مع الكبار، نمبر ون، مثله مثل كاظم، مثل جورج، مثل راغب، هدول يعني كبار في السن ولساتهم ما شاء الله حاطين البصمة وما عم يتزحزحوا، وأنا مبسط لهم كتير لأنه لسا عندهم عطاء. اللي عنده عطاء لازم ما بيوقف، ما بصير يوقف. فاليوم في تناقض، بعدين اليوم على الصوت، طبعا الأستاذ عمرو دياب من حيث الصوت مساحة صغيرة، معروف صوته صغير بس ما بيمنع، شو بيمنع، عم يغني حلو. كاظم طبعا صوته أكبر، صوت أطرب، صوت فيه مقدرة لأنه ملحن أستاذ. الأستاذ جورج كذلك الأمر، صويت كتير رائع، هذه المتطلبات. الصوت الطربي موجود عند جورج والسوف، ولو كان أكبر شوي مقياس كاظم، قلت لكم من حيث خبرة التلحين وخبرة العزف لوان متوصلك، لكن جورج من لما بدأ لحتى الوقت يعني بيغني ذهب. إن شاء الله يكون تعبان، إن شاء الله يكون الله يشفي بجاه الرسول، بيغني ذهب يا أخي، بيشدك إذا بيحكي، بيشدك جورج والسوف. إذن يعني في تناقض كبير ما بين هذه المقارنة، كاظم مملكي لحاله، مطرب عراقي فهمان حافظ درسه، بيطربني، ألحانه جميلة، حضوره جميل رائع. جورج والسوف أبو وديع، تاريخ، تاريخ خاص، فن خاص، فن ملأ الدنيا، شغل الناس. عمرو دياب ممكن أنا ما كتير، وعنده بعض الأغاني حلوة، أنا يعني بحب الطرب، لكن ما فيني أمحيه لأنه نجم غصبا عن العالم، نجم عالمي، حفلاته ما في أغلى منه، وحفلاته السالة هلا زلمي على المسرح أبضاي، له لون الخاص، كما جورج لون خاص، كما كاظم لون خاص. هدول أنا بعتبرهم فرسان، فرسان مروا في هذا الزمن الجميل، إن شاء الله بيبقوا فنا خالدا لنا ولكم. وألف شكر حبايب، وألف شكر، شكرا شكرا.